متوسط الأكنان الأهلية، طلاب الصف الثالث متوسط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم إن شاء الله الدرس الرابع هو الخمس. موضوع الخمس هو مقابل لموضوع الزكاة، ذكر في القرآن الكريم، وذلك الخمس ما يدل على خمس، يعني الأشياء التي أخذوها في الحرب فتوزع على المقربين والفقراء والمساكين الذين ذكرهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو الخمس وكيف يخرجه المسلم، وهل له وقت محدد، وكذلك ما معنى الغنيمة وما معنى الركاز؟ الخمس وهو إخراج ما مقداره 1/5 أي خمس ما زاد عن حاجة المسلم عند رأس السنة، فكل مسلم يحدد رأس سنة خمسية له، أي ليس لها وقت محدد، إنما كل مسلم هو يحدد يوم من الأيام في كل سنة يسمى رأس سنة خمسية يحاسب فيها نفسه، فكل شيء لم يستعمله في نهاية السنة يجب عليه دفع خمس كالمواد الغذائية والأموال والذهب والفضة غير المستعمل مما لا تلبسه المرأة خلال السنة، وأجهزة المنزل التي تخزن فلا تستعمل خلال السنة يجب فيه الخمس. وللخمس أحكام فقهية يجب على المسلم تعلمها، وقد ذكر الله تعالى الخمس في القرآن الكريم فقال: واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. هنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قسم الخمس على لله سبحانه وتعالى وللرسول وكذلك لذي القربى، والمقصود بالخمس أن كل إنسان له الأدوات المنزلية أو الذهب أو الفضة التي لم تلبسها المرأة خلال السنة الكاملة، فتخرج خمس يوزع على الفقراء، كذلك ذكر في القرآن الكريم والدلالة على ذلك: واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. وقوله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس، معنى الركاز الذهب والفضة. ما معنى الغنيمة؟ في اللغة هي الربح، وتطلق الغنيمة على الأموال التي يستحوذ عليها جيش المسلمين من أعدائه ويجب فيها الخمس، وبعض طوائف المسلمين يجب الخمس في غنيمة الحرب فقط ولا يجبه في غيرها من الأموال. واللي هو أنا هسه أقصد بها طلابي الأعزاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما فسر هذه الآية القرآنية إنما يقصد فيها غنيمة الحرب التي توزع على في الأموال لله سبحانه وتعالى وللرسول ولذي القربى، كذلك هي معناها الربح في الحرب. أما إذا كانت المرأة لم تلبس ذهب أو فضة خلال السنة الكاملة أو كذلك أموال أو مواد غذائية كالحنطة والشعير والقمح وغيرها وتدور عليها، فنحن نسميها الزكاة، فيخرجها المسلم للفقراء والمساكين وله مقدار محدد من المال كل سنة يخرجها من أمواله متصدقا فيها، وهذا واجب على كل مسلم ومسلمة. هذا معنى الخمس ومعنى الزكاة، مقارب جدا بين الموضوعين. الآن سوف نبدأ بحل المناقشة: متى يخرج الخمس؟ يخرج كل سنة رأس سنة يحددها المسلم، فلا يكون له فيها وقت محدد، المسلم هو الذي يحدد هذا. ما مقدار الخمس؟ هو 1/5 أي خمس ما زاد عن مال المسلم. ثالثا: ما الآية الكريمة التي أوجبت الخمس وما الحديث النبوي الشريف؟ قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، وقوله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. ما معنى الركاز؟ الذهب والفضة. ما الغنيمة؟ في اللغة الربح، وهي ما يطلق على استحواذ الأموال والأسلحة التي يستحوذ عليها جيش المسلمين من أعدائه ويجب فيها الخمس، وهناك بعضهم يأخذ الخمس في غنيمة الحرب فقط ولا يجبه في غيرها من الأموال. أتممنا موضوعنا الخمس إن شاء الله، نلتقي بدرس جديد، هو الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.